استاذه فاطمه كانت بتحب واحد وتقدم لها واهلها رفضوه، بعدين غصبوها انها يعني توافق على حد تاني. طبعا الامور مقدره، ودايما الانسان، انت بتقولي انا حسيت ان ده امتحان واختبار. كل لحظه الانسان بيمر عليها بيها في الدنيا كلها امتحانات، ان احنا في دار امتحان، كل حاجه فيها امتحان. لكن على الانسان ان يثق في اختيارات الله سبحانه وتعالى. اول ما اثق كده في اختيار الله يصلحه الله لي. طبعا احنا مش هنوافق على حد الاهل مش موافقين عليه. النقطة التانية برضو بنقول للاهل ما ينفعش تغصبوها على انها تتخطب لحد هي مش عايزاه. انا بس رجاء تدي للشخص ده فرصة بعيدا عن انشغال القلب بالخاطب الاول. يمكن يكون هذا الشخص لو اديتي له فرصة واديتي نفسك فرصة انك تقعدي وتتكلمي معاه فتقبلينه بعد ذلك زوجا لك. وصلي استخارة وادعي بدعاء الاستخارة وسلي الله التوفيق، ولكن ما ينفعش ان الاهل يرغموك على قبول من تكرهين او من لا تريدين. وعشان لا تظلمي الشخص اللي قادم ده اديله بعض الوقت وحرري نفسك من التعلق بآخر عشان تقدري تحكمي على هذا الشخص، ربما يكون انسان تكون معه السعادة لك في الدارين. نسأل الله السلام والتوفيق.